كميدة يعني وحويان قضبضة والنبي قلت المامي صلوات ربي والسلام عليه روح إنه ليه هاي حالة ربي تبارك وتعالى وأقري يوحي كوي ماذا حالة حتى هذا يكون أدكات إنه سنصنة خلاف حتى هذه اللغة الظلمية والدولة كد الظلمية وماذا حدو كد الظلمية روح ابن آدم كوحا لوي قالنا إنه كفع الله ده وحا لغة السمينية إنه كده قال لما لكن وحا لدونا يا إن حتى حالة سكستا أيوة أدكتا إن السنة اللازمة حتى كو أدكات لكن أدك أي كو أدكتا وحا الرواة إن النفط هذا كتر بيسو كل ليلة السنة ها خلاف طريق النبي ها خلاف الخير كو يسوي كجرة صلوات ربي وسلام عليه خاصة حليضاً وكليته وضدك أي سنده قريب نقطه وضدك هذا قريب نقطان ومحوه هاي دين كي إسلام نمدي بأي قريب نقطه والنبي قصده تلمامي صلوات ربي وسلام عليه روحه قاعده روح السنده كله جنيئون نقطه سيدي روح لنبيل دبقك عنتك وهي يوكالي يعني وحويان لنبيل دبق الروح عنتك وهي يعني مسي هينكر حدو سي هينا والرفاضي يعني لو ميدو امرك اما الرفاد كا اي دبكا ساد ادو القادن او نمبشا دبكا واد هين اما واد توريو دتكا قاد كم من نقوني كما الناس لا بأس كما الناس لا بأس دتكا قاد دين عكا الراعي نمبشا يقول الله ادنا واد اسكا توري ميال باد اسكا دي نمبشا حداد هاي ستوت كود نكتاي معنى يدو حوي ابالك يدو وين اتحاوض كنبي كعب تصلوات ربي وسلام عليه او منان قوني اي ابال قد قوني الهي اكتس اينا تكوية لطو سبحانه وتعالى وحكم ذا أسباب تحوط كاللقاء عبو وكيني كرت إنا كقيب قادته إن آذان ظلمك كعنك جيسنين حقنا آد قرب استاكت ظلمك هو كالبين أما رير كاقة هالنقض أما قبيل كاقة هالنقض أما كوح ذا هالنقض أما قروب كاقة هالنقض ظلم عد وضها قرب سينين هذا قرب سيسوما آخرنا واحد بدن بعد كذا قدي الدون كنا وده لك سمي شك مالي والنبي قال صلوات ربي وسلام عليه وكحديث صحيح كويلي روحة خير كيسة طبعا كوح هذا أظن والله مدي ظلم يجا أجوك هالمينة يا وحلم يدي هاي كلب عيري تردى في البئر وحلم يدي هاي سيدي النيف قيلة وعيل كل عيوك العيل كش الوضي فهو ينزع بذنبه او سينت لا جيدايو سينت لا قبت مركاسا لا جيدايو وخال ربا ان عيلك لا سارو او رتي عيل كو دحاي او سلكي سفدي سين لا جيدايو ميا عيل لا ساري كار ما لا ساري كار سين توم با سوغ ايمويه رتي ما عيل كو دحاي سين لا جيدايو ما سو سارتو معناه هذا وح ويان روح الظلم جا أجوك هالما يريركي سأما كوحد يساي حلاق وح كل عيان لجسوا ساري كريم شك سهدي لوتشي دلقي مسوا ساري كريم الدون كان وسيدا آخرنا الدواب وسيدا سو يدنا سيدا كله إلهي تبارك وتعالى وح كقدينا يا يعني النبي قدر كيسي يوحي كذا الله هاي خير كرم بك قضية هل رأى مركا ظلم جدتك هوك هالمين لكن بدل كذا خير كوك هالمين وناجا أوك هالمين يعني وح ويان وحي أمضى ضنت هذا يا مصلح هذا أوك هالمين وحي دين تضنت هذا قرب سي لكن وحي أن إلهي تبارك وتعالى أوصن شعلين هقرب سين وحي أن الله شعلين تبارك وتعالى وأن دين توافق سنين هقرب استاي سي أين هذا أوقد حوض هذا أوقد وحكم إذا مثلا إن روح إلهي تبارك وتعالى وح أوقدري وقرش ربي تبارك وتعالى الوسي وقضى إلهي قدر كإلهي قيب أهان لوسي إنه روح أصبر وحي كسو قاعدوا إلهي درتك كسو قاعد إن الصبر ويالته وحي قيب ربي كوسي تبارك وتعالى هكو يرادين هكو بدنادين إن القناع سنانتو كو قناع ذو حوغا يروح ولا أبو كسي الحمد لله حوغا عرور أبو كسي الحمد لله حولا بكم السينين الحمد لله عرور بكم السينين مدليس مكاردي الحمد لله ها عذر بكم قردي الحمد لله وحي إلهي كسي تبارك وتعالى كو قناع سؤال هكا قبل إيمان كيسن كاتغن ها إيمان بيلين ها إيمان الآية سنفوله وانا
إلهي تبارك وتعالى أدونك أوصي وحيلا أوفي عم بكمت إن إلهي أوصي قناع سنان قناع سنان قلبي قا وغني النمدة يهض النمدة قبت أبو نبي كل شيء صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس بنبي صلى الله عليه وسلم ما حول بني ما هضنت النمض لكن هضنت النمض وهضنت النمض قلبك يا أبا ذر حديثك كلا نبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر موحد موديسا حول بني ذا مياد موديسا تاجر نمو تاجر نمض وإن إلهي قلبك قنع سنان قليو وقلبك كود دقين اسكاك تناو لكن ودريك سنت واسكا فرح سنت وقص ليسا حنون يا عذر يا رفاد يا وحكس وأنا بدو النبي كنت المامي صلوات ربي وسلام عليه أدونكم مجاريو إيمانك حقيقة ديس إلى أكرر للنقضاء وحي إلهي تبارك وتعالى أقدره أو أقاده وحي كل عين إنه سنمرنا قفين وحي قرم مرينا إنه سنمرنا أصيبين وحن وقيب سيدا الله قيبية وحن نسكب بدل مايان مركا إسليبين ما إسراف هذا أدونك هذه إلهي قضيه سائي قدرك أي مصائبك أي لبك أو كل صبرنا والدلقات كذا يشان أبا القود إلهي وحي وقدر تبارك وتعالى إنه حوض كالنبي كعبه صلوات ربي وسلام عليه وحكم إذا أسباب تكيني كرتا إنه روح حوض كعبه ودرك النبي صلوات ربي وسلام عليه وكعبه وحكم إذا إنه روح نلشي سقرب استاغه سنة النبي صلوات ربي وسلام عليه فافين تيدا هيرقلين تيدا يعني وحويا أنه قيب قاتل أما القرآن سيد علماء دي السنة وكالتا أي السنة دي نبيك أقرأين إلا هذا إنه سوء قادم أما ما هي فافين يجيدين يشيغيت أما ما هي كالمين كريه قرب استاغيت حوليه سا قلن كيسا كعنتي سا وحيو هلك رأوكو قرب استاغو على شرف السنة دي نبيك هفيد صلوات ربي صلى الله عليه وسلم بدعا إيه خرافاتك محو أهايي ماشي عكب حين بدل كود السنة وحقشو ومد دين تهقادتو السنة دي نبيك يدريقي سهفافو روحها سيهدون ولوشي سيشقدي سيدا النقطنة سيدا وكليتو وحا يعني وحو إله أبا القود وقال لك إنو نبيك دركي سكاورا بيه وضدك درك كعبية وكم من نقضه وحا تشرا وكقبح يا إن شاء الله تعالى موضوع نبيك صلوات ربه السلام عليه دركيسة علماء أما أمد إسلامك أنت ذي أنت ذا الرعسان طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعدتك إلى هذا أهل السنة والجماعة طريق النبي صلى الله عليه وسلم كنا مذيسا من لدون الصحابة كسوا بالله إلى قيامة كنعيس ذاتك طريق الرعساني ذاتك هاس وحي إسلاق قليهين إنو تشيرا حوضك النبي صلى الله عليه وسلم لكن كو حوحا تشيرا أمد النبي كو أبتر صدا وشيكتا لكن ديدي او يري وحوض لا يرد ما بجرب حكم اذا نمنك الى خوارجته خوارجته وكوح صوبح ديبا انتو النبي صلى الله عليه وسلم اي افكار توضو باللابتي لكن وحي صوبح ونصفي عرو صوبحين حلق علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ارضاء وخليفك حديث فربضنا متواترنا نبي وكقور رمي صلوات ربي وسلم عليه نمنك خوارجته الليلة افكار توضونا الا يهد واجرته لا يهد أفكار تود واجر تاو باقي بين أهانس وشريسة إلى كوا وجودن بيا الدجال الدجال مركو صبح دانه خوارج واجر تاع خوارج واجر تاع مركا يعني واحد ويان خوارج تاع وحي كم ذيهن كوحها إنكري حوض كا ما بتشري لهم معتزلة ذا كمل وحي صبح هذا يفكر كاسي يين لي هذا حوض ما بتشربه حلقي صحابه النورايم بيصبح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن أبي عاصم وحصو صاري محوقها بسند حسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكورني إنه عمر يلي سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة دادوحا إيمان دونا بيننا يا إلهي قدر كيس إلهي قدر كيس وحوي بمعنى الله تبارك وتعالى وحقو قرشي حيابها رعية انتينا لعن إنو أغاء إنو قري أي هري أقرنيت إنو إساقو أبورها يؤكين أيوه إنو دوني ديسا أي كرن عيان الله قدر كيسا إي قرشيه إيسا dad beenin doona iimaan doona oo dhigi doona xiyaalahan dhacaya ilaahay kama war hayaba ilaa way imaadeen qoliyo noocaas islaanima sheeganay
أنا ما كل ذي كذي قلات القدرية وحديث كيس في صحيح مسلم قيمت وحديث كذين أن الأمر أنف ألا قدر وأن الأمر أنف وح قرشي قدر لي هذا ما كذي وح والبمرك ورع يوم بعصبيه إلى هنا مرك شيء ورع يوم بكور هلايبا تذكر الإسلام نبي شجعني هذا الإسلام نبي شجعني يا هاي كوا قدر كإلهي بينين دونا إيمان دونا كوا شفاعة بينين دونا إيمان دونا شفاعة وحوية النبي صلى الله عليه وسلم عليه آخرة ومديس أشفاعة دونا ومؤمنين تو أي شفاعة دونا وملائكة شفاعة دونا والرب تبارك وتعالى وضد النحرسان دونا نارتك سوصاري دونا ضد حوض كبينين دونا إيمان دونا وحي بينين دونا إن أي ضد نارتك غلي كسو بحي دونا معنى واحد شراء وسجن وحديث تكو سجن ضد مؤمنون أهل التوحيد إن النار تجلي دونا كذب نكسر به دونا يعني ذات كوا الذنوب توا وين كوا جريونا يه ويو الروح الدم بوين استوى قال الذنوب وين هادو كل إنتون شرك يقال لي ما هاي هادو كوا جريودو وان كتبوا بتكينم الله تبارك وتعالى لو ميت بوا كوسا ما ينكره مشي أدي سي الدوني دي سي كحلت هذو دون الله تبارك وتعالى وحوك السمين يا عذابك وجين يا نار تالجلين يا والله قص والله صوح قابة يا دم بيجي قلم والله قص وشر يا مركي لورد ما يورد ما تكذبنا والله قص وصار يا شن هذا الجين يا وحكلو ربي هلي كرا تبارك وتعالى وقاركو دوك السمين يا دم بيجي وين يا صوح قلم ويوم كتوب تكين أي كل إنتي إنتو إسكافيو شن هذا الجين كرا تعفي سواء علام مرن أيو كان ذا جينكرا وليها نمرك وحي إلى هذا إلهي تبارك وتعالى ضد أهل الإيمان أنتو عذابه يو أنتو نار تجريو كسر صاري دونا واحد شر ما هبينه وحليه مرك عبد عمر ضد نوع عصو بينين دونا إن نار تضد قال إلا كسر صاري دونا يا إيمان دونا dad kaasi waa iyaguna waa khawaarijti mu'tazilada iyo qolyaha firqa magacyada la yiraahdo magacyada loo yaqaanay baa rumaysna cid naar gashay inay ku waarto mooyo inta laga soo saara janna la geeynaa maayo bay dhig jiray dana waxa way shafaacada iyo wixii ka dhalanayo dhan bay diidanayeen atharkaasi abdii umar ibn khattab radiyallahu anhu wuxuu tilmaamay inay jiraan dad xawd ka beenin doona oo ficil way soo baxeen أحمد ابن أبي عاصم صدق الله وحي صوصار أنس بن مالك يكورنيا من زياد ليلة أم ابن زياد أيا وحا أكتي صلوشة حوض مركز أو إنكري وراح تشير ما أقول خرافة ويوحس حوض مي واحد شيء سنة واحد تشير دتك كله جوينين أرنتي ما وحي صوص قاري أنس بن مالك أنا صوحة ليلة منك زياد ليلة هذا هو بإنكر سنة حوض ما تشيروا لي مركز أنا صوحي لي أما والله لأسو أنه غدا إلهي بان كل بارته منك بري وحن كسم إن الحمين دونا بري إن كحنا تشين دونا وأن هو هاي مروك إيو حمين كسمين دونا بروح كسم الله صار مركز أوحي أي مذا وحولي ما أنكرتم من الحوض الحوض كان هذا إنكرتان أديدين شريتان كيس الشجع يمحوي مركز أوحي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره سمعت النبي يذكره وأنا صو هذه ما النبي كم قليل يسوي حوض شجعي مركز أوحي عليهم نعمها النبي كان كم قليل يسوي حوض كشجعي وكور رمي وتلمامي وصفات كيس الشجعي ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يريدهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم زيادة ما أنت هذه حوض كانت كدودة يسابه لكن النبي يقصده أشياء ومدنا أقاريو أرنتا أرميستين أقاتين وحنسو قاريو حبرها الرئيم مدينة حبرها سلامها الدقيدة الرئيم مدينة أيقو الصلاة كستوئي تكدان قداشد إلهي ويديستئن حوض كأروريو وحوض كالنبي أي كعبان صلوات ربه وسلم عليه مركا حبريه الرئيم مدينة وحي أي قرن أيين ما أنت هذا قرن الله هذا يكبر ربه الزيادة نين مدحو أمير أبو أحد أذيقو أمير أحد حدنا حبريه الرئيم مدينة وحي إلهي ويديسن كرين صلاة كستقداشد هذا ما أنت جاهل كتا يكبر ربه وحوض كرن الله هذا حوض كالنبي بعد إن كرسنته صلوات ربه وسلم عليه مركا
فعلا وي جيرين غداشود فكركا وها كو عام بحاي نيمانكا خوارجتي معتزله لا دحي جيراي ايا كو عام بحاي انكريدا اي ديديدا حودكا لكن عند اهل السنه والجماعه ما في احاديث تكسو ارورتين وا متواتر وين سوغنتهي حودكا نبيغا صلوات ربي وسلام عليه بل سيدان صوت الماني انبيدا كلا نبي كاستا انو حوض ليهي حديث كيدو يدنا وحديث حسن وا تاسي وها كا دلنيسا بمعنى حودكا نبيغو كو وينهي كو نبيدا كلا دتك كعبينا وي كبدن يهين نبيدا كلا كودا كو كعبيه لكن نبي والبا حوض خاص ليهي حياض الجنه جنده يا مرك ضرركهدا محاضرتي كو سابسنيد يا وخي كو سو اروراي يعني وحوي وحا لوغو مودنايو يا وحا لغا قديو اي روحي كو سيغيو ان شاء الله تعالى انت ايام كو سو اوروريننا الله تبارك وتعالى وحا ويدسنينا انو نغا دغو كو طريق النبي الراعه صلوات ربي وسلام عليه سنتي سنه التزامه حوض كان نبينا صلوات ربي وسلام عليه عبيتان كيسا كو الهي او وافجيه انو الله نغا دغو تبارك وتعالى اسباب لغا قديو انو الهي تبارك وتعالى انت ان نوله نغا الىليو اسبابته لوغو مودنينا الله تبارك وتعالى انو نوافجيو هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم